السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة ان شاء الله هعمل كيكة بلاك فورست زي ما انتوا شايفينها كده قدامكم، تحفة. تعالوا نشوفوا انا عملتها ازاي. مقاديرها بسيطة خالص واي حد يقدر يعملها. تعالوا اول حاجة هنسمي بسم الله وهنصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف انا عملت ايه. هنا اول حاجة انا هعملها، انا هعمل الكيك. الكيك مقاديره بسيطة خالص. هنا معايا 150 جرام زبدة بدرجة حرارة المطبخ، وثلاث بيضات، والطبق ده فيه كوباية ونص دقيق، ونص كوباية سكر، وربع كوباية كاكاو، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة بيكنج صودا، ونص كوباية لبن اللي هي قدامكم دي، بس انا مدوبة فيها 50 جرام شوكولاتة. انا بحب احط في الكيك شوكولاتة علشان لما بزود فيها الكاكاو بتبقى طالعة مررة، لكن لما بتحطي ربع كوباية كاكاو بس والباقي شوكولاتة في اللبن، ده كده بيديكي طعم حلو قوي للكيك، وغير كمان بيديها لون حلو قوي، احسن كمان من الكاكاو. تعالوا نشوف انا عملتها ازاي. اول حاجة هضرب الزبدة كويس قوي بالمضرب، اي زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنزل بالبيض، وهضربه برضو كويس قوي مع الزبدة. وانا بضرب كده هنزل بالدقيق بقى واحدة واحدة. كيكة سهلة خالص، بتخلص بسرعة جدا، وبتطلع نتيجتها حلوة قوي. انا في الوقت ده قبل ما ابتدي خالص كنت مشغله الفرن على درجه حراره 180 علشان ادخل الكيك في الفرن ويكون سخن. او زي ما انتم شايفين انا كده نزلت الدقيق، وبعد كده هنزل كمان باللبن على الشوكولاته، يعني هنزل بالتدريج شويه دقيق وشويه لبن. هضرب بقى الخليط كويس قوي زي ما انتوا شايفينه كده، هخلي الخليط كله يندمج مع بعضه كويس، حتى الحروف كده هنزلها برضو علشان كله يبقى متجانس مع بعضه. وهنا انا جبت حلة عادية من اللي احنا بنستخدمها عادي، دي مقاس 16، وغلفتها كده بورق الزبدة زي ما انتوا شايفين. وهنا انا حاطة المادة اللزقة اللي هتلزق اللي هتثبت الورق، انا حاطة قطعة من الكيك اللي احنا عاملينه، يعني انا ثبت الورق ده كله بقطعة، يعني قطعة من الكيك كده بحطها على الحلة واثبت بيها الورق الزبدة اهو، بس كده زي ما انتوا شايفين بطنت الحلة كلها كويس قوي. بعد كده هنزل بالكيك اللي احنا عملناه، بصوا قوام الكيك عامل ازاي، تقيلة مش خفيفة. بس كده وبسوي الكيك كويس قوي في الحلة، وكمان هخبطها كده خبطتين علشان لو في اي فراغات في الحلة ما وصلت لهاش الكيك توصل لها. بعد كده هدخلها على الفرن زي ما قلت لكم، الفرن سخن على درجة حرارة 180، بحطها في على الرف الوسطاني، وكده الكيك طلعت اهي زي ما انتم شايفين تحفة. على فكرة انا ما بطلعش الكيك على طول من الفرن، يعني هي اخدت 40 دقيقة في الفرن، وبعد ما استوت خالص رحت قافله الفرن وسبتها 10 دقايق في الفرن والباب الفرن مفتوح، تمام. بعد كده طلعتها زي ما انتم شايفين كده واختبرتها، لقيتها مستويه وكويسه وما فيهاش اي حاجه، وزي ما انتم شايفين الكيك طلع ما شاء الله حلوه جدا.
بعدين كمان مش عايزة الكيك يهبط منك ويبقى وحش، ما تطلعهوش ويكون في تيار هوا، يعني ما يكونش شباك مفتوح ومدخل تيار هوا، او تكوني فاتحة مروحة او اي حاجة يكون مدخلة فيها هوا، علشان اي تيار هوا بيجي عليها وهي سخنة الكيك بيهبط منك. بصوا ما شاء الله حلوة قوي. انا شلت الورق الزبدة كده زي ما انتم شايفين وحطيتها على شبكة علشان تبرد خالص، هي وتشيلي الورق الزبدة وهي سخنة، ما تسيبهاش لما تبرد، عشان ورق الزبدة لو بردت وورق الزبدة عليها الورق الزبدة هيلزق فيها ومش هتعرفي تطلعيه. اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله تحفة. هسيبها بقى تبرد خالص وبعد كده هنكمل نشوف هنعمل ايه. وهنا تاني يوم انا سبتها لحد تاني يوم علشان ازينها. هنا معايا ربع كيلو كريم جونتي، وهحط عليه نص كوباية سكر وكوباية مية مثلجة، ايه مية وفيها تلج، قطع من التلج، وهضرب بقى الكريم جونتي كويس قوي حوالي 5 دقايق لحد ما يدينا قوام. هتشوفوا القوام دلوقتي، قوامه عامل ازاي. متنسونيش بقى يا جماعة باللايك، ولأول مرة أشوف قناتي ياريت يشترك في قناتي ويدعمها. بس كده أنا هضرب الكريم جونتي كويس قوي، بعد كده هرجع لكم. زي ما انتوا شايفين بصوا بيتقل ازاي. وده قوام الكريم جونتي بعد ما ضربته حوالي 7 دقايق، او بصوا قوامه حلو جدا. احطه بقى في التلاجة لحد ما نكمل بقية خطوات الكيك. وهنا معايا انا هحشي الكيك بالكريز، فهحضر كده الكريز علشان نحشيه مع الكريمة في الكيك. اهي بقسم الكريزه كده نصين وبطلع البذره اللي جواها، بس هكمل بقيه الكميه اللي انا عايزاها. وهنيجي بقى للكيك. هنا الكيك انا بعد ما بردت خالص قعدت ساعتين، رحت مغلفاها كده بالورق الاسترتش علشان ما تنشفش مني، عشان انا زينتها تاني يوم مش في نفس اليوم. هشيل بقى الورق كده علشان نقطعها مع بعض ونشوفها من جوه عامله ازاي. ما تسيبهاش متعرضة للهواء كتير عشان ما تنشفش منك، لازم تغطيها او تحطيها في اي علبة وتقفلي عليها. بصوا انا هنا هقطعها على 3، انت عايزة تقطعيها على 4 تنفع، لكن انا عايزاها على 3 تبقى القطعة كبيرة شوية. بصوا انا بحدد الاول كده المقاس، انا عايزة كام رق، حددت ان انا عايزة 3 رقات، وبعد كده روحت ماسكة اول رق، روحت محددة للآخر خالص زي ما انتوا شايفينه كده، وتاني طبقة كمان حددتها برضو كده نفس الحكاية، ما قطعتهاش كلها، انا حددت من بره بس عشان تطلع معاكي متساوية كلها سوى واحد. وبعد كده هقطع بقى على طول الطبقة كده من جوه، اهي زي ما انتوا شايفين من جوه تحفة. هقطع الطبقة التانية كمان نفس الحكاية كده برضو من جوه. هنا يعني قسمتها على 3 طبقات. وهنا معايا معلقتين عسل، العسل اللي احنا بنستعمله في الكنافة والجلاش، وحط عليه شوية مية وسقيت بالكيك. انت عايزة تسقيها بلبن براحتك، عايزة تسقيها بأي نوع عصير، ده دي راجعة ليكي انت وبراحتك. وهنا سقيت كده كويس الطبقات كلها.
وهقلبها كمان على الناحية التانية واسقيها من الناحية التانية عشان تبقى كلها متشربة وكلها مسقية كويس قوي. بس كده انا خلصتهم كلهم زي ما انتوا شايفين. هنبتدي بقى ان شاء الله دلوقتي نحشي الكيك. هنا انا حطيت الكريم جونتيف في كيس حلواني زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت الطبقة الاولانية من الكيك، وحطيت لها طبقة كده طبقة كريمة، وحط لها الكريز، عايزة تحشيها بأي حاجة تانية غير الكريز براحتك، تنفع بأي حاجة تانية يعني هينفع فيها أي نوع فاكهة، ولو مش عايزة تحشيها خالص برضو براحتك، هي طعمها حلو جدا مش محتاجة أي حاجة. وهنا بنتي قاعدة تقولي أنا عايزة أعمل معاكي الكيك، قلت لها خلاص تعالي اعملي معايا. بس كده هحط لها طبقة برضو تاني خفيفة خالص من فوق كده كريم، وزي ما قلت لكم كيكة بسيطة خالص وسهلة ما بتاخدش اي وقت، وغير كمان ان انتي حاجة بسيطة ومش مكلفة وهفرحي بيها ولادك. ممكن تعمليها في العيد، ممكن تعمليها في عيد ميلاد برضو شكلها حلو قوي، ممكن تاخديها هدية معاكي لحد انتي رايحة له زيارة. ودي الطبقة التانية حطيت لها برضو طبقة كريم، وكريز، الكريز اليومين دول حلو قوي في السوق، وده الموسم بتاعه وعايزين نأكله لولادنا عشان هو مفيد جدا على فكرة. بعد ما احط طبقة الكريز كده كلها هحط طبقة تاني خفيفة خالص من الكريم، وكده خلاص هحط اخر طبقة وهغلف بقى الكيكة بالكريم. اول طبقة هنا انا بحطها بتلم الفتافيت بتاعة الكيك، تبقى طبقة بسيطة خالص بلم بيها الفتافيت علشان ما تبقى الكيكة فيها فتافيت، فلازم نحط طبقة اولانية بس من الكريم وبعد كده نبقى نغلفها او نجلسها بطبقة تانية. هي طبقة خفيفة خالص، حتى لو ملاحظين بصوا فتافيت الكيك فيها، فهي الطبقة دي معروفة ان هي بتلم الفتافيت بتاعة الكيك. لو في مكان مفهوش كريمة بزوده كريمة علشان يلم يعني الم اجلسها كويس يعني الطبقة الاولانية دي. وبعد ما اخلص الطبقة الاولانية خلاص كده هحطها في التلاجة شوية
ونكمل هنشوف هنزينها بإيه. خلاص كده انا حطيتها في التلاجة. هنا معايا معلقة كريم شانتيه على معلقتين لبن، وسخنتهم على النار وحطيت فيهم حوالي اقل من 50 جرام شوكولاتة علشان نزين بيها بس الكيك. وهنا هعمل الكيك المبشور، سوري الشوكولاتة المبشورة، والشوكولاتة اللي انا ببشرها دي برضو هنزين بيها الكيك. انا بحب ابشرها كده بالسكينة، بتبقى مديني شكل احلى من المبشورة في المبشرة. هي زي ما انتوا شايفين كده بتبقى حتت كبيرة شوية، بتبقى واضحة اهي، بتبقى شكلها حلو قوي في الكيك. انا كل الحاجات دي بحضرها والكيك في التلاجة عشان تتماسك بس شوية اقدر اديها الطبقة التانية من الكريمة. او زي ما انتوا شايفين طلع حتت شكلها حلو قوي الشوكولاتة، بس هي الكمية دي كفاية قوي. برضو هقطعها كده او هعملها بالسكينة كده تدينا برضو شكل احلى، تبقى مبشورة اكتر يعني. وكده احنا حضرنا كل حاجة اللي هنزين بيها الكيكة. وهنا الشوكولاتة خلاص ساحت معايا، حطيتها في كيس حلواني. وخلاص الكيكة هي طلعتها من التلاجة، هعمل لها الطبقة التانية من الكريمة. اهم حاجة الكريمة ما تحطيش فيها الطبقة الاولانية خالص، يعني لو فاض من الطبقة الاولانية اي كريمة ما تحطيهاش على الطبق اللي فيه الكريمة، لان انت لو حطيتيها هتلاقيها كلها بقيت فيها فتافيت كيك. لو فاض منك اي حاجة من الطبقة الاولانية خلاص يبقى كده مش هينفع تستعمليها تاني. وزي ما انتوا شايفين انا حطيت على جناب التورتة كده الكريمة، وهجلسها كده زي ما انتوا شايفين. لو في اي كريمة زيادة بنشيلها. ايوه بظبطها كده زي ما انتوا شايفين قدامكم. المرحلة دي بقى لو انتي حسيتي ان هي محتاجة ان هي تبقى ناعمة اكتر من كده، ممكن تسخني شوية مية وتحطي فيها السباتولا اللي بتعملي بيها الكريمة، وهتنعملك الكريمة شوية عن كده. يعني هتحطي السباتولا في المية السخنة، بعد كده تنشفيها وتحطيها كده على نقلتها على تنعمل بيها الطبق زي ما انتوا الكيك. شايفين، وحط لها بقى الشوكولاتة المبشورة كده بالشكل ده. خلاص كده انا انا نقلتها هنقلها على حطيتها على الطبق. صينية، لان مكنتش عارفة اتحكم ان انا احط الشوكولاتة. مسكت الصينية على ايديا وحطيت الشوكولاتة بايدي التانية، بس انا معرفتش اصور في الخطوة دي بس. وزي ما انتوا شايفين كده حطيت الشوكولاتة حوالين الكيكة كلها، وده صوص الشوكولاتة اللي احنا عملناه حطيته من فوق. بعد كده عملت ريزوتات كده حوالين الشوكولاتة. انا عملت صوص الشوكولاتة تقيل شوية علشان ما ينزلش على الكيك من بره، انا عايزاها يبقى بس في نص الكيك من فوق. وحطيت الروزتات كده، عملت الروزتات زي ما انتوا شايفين كده حوالين الكيكة برضو كلها، وهكمل بقية صوص الشوكولاتة كده في النص. زي ما انتوا شايفينها كده طلعت تحفة بأبسط الإمكانيات وبأقل حاجة، ما عملناش أي مجهود فيها، وطلع شكلها حلو جدا، وما شاء الله الكيك طلع عالي ومدينا شكل حلو قوي.
بعد كده حطيت زي انت كده الروزتات اللي انا عاملاها، وحطيت عليها كل روزتة كده حطيت عليها كريزة، ادتني شكل حلو جدا. اعمليها بقى، فرحي بيها اولادك، خليهم يشتركوا معاكي ويعملوها معاكي زي ما بنتي كانت قاعدة تعمل معايا، وكانت مبسوطة جدا وهي بتعملها على فكرة. متنسونيش بقى باللايك، ولأول مرة شوفني ياريت يشترك في قناتي ويدعمها، وهوريها لكم دلوقتي من جوه كمان شكلها عامل ازاي، شكلها تحفة من جوه وغير طعمها تحفة تحفة تحفة. هي دي شكلها ايه زي ما انتوا شايفين، وده شكلها من جوه وطعمها كمان حلو جدا. جربوها بقى ان شاء الله وهتعجبكم قوي. ولأول مرة يشوفني ياريت يشترك في قناتي ويدعمني، وما تنسونيش باللايك، ياريت لايك ما حدش يبخل عليا.